بسم الله الرحمن الرحيم. متشكر جدا دكتور طارق باشا، واسعد بوجودي وسط الزملاء والاساتذه، واتشرف بوجودي طبعا في قنا او جنا زي ما بنقول كلنا. وانا في الموضوع ده حاولت الموضوع ما يبقاش كلاسيك، يعني بتكلم ماك نيوترينز، هتقول يعني طب هتقول ايه ماك نيوترينز سبلمنتيشن، ايه جديد؟ فحاولت بقى بطريقه ريليتيفلي مختلفه شويه وفيها انتر اكتف برضه، بس مش عارف الصوره راحت فين. وانت بمشي معاك ولا ايه؟ ولا حساس قوي؟ انا هكلم عن ماكرو نيوترين سبلمنتيشن دورين بريجنسي، بس انا حاولت اقولها بطريقه مختلفه شويه زي ما اتفقنا الايتيمز عشان ما انتهش يعني ايه ماكرو نيوترينز ان جنرال والفانكشنز كده بتاعتها، وبعدين ايه التساؤلات. عايز اقول ميث اند فاكتس، يعني فيها اكاذيب وحقائق، يعني منها ايه مثلا مبدئيا، وده هنتكلم على التيبس، نقول ليه الناس زمان ما كانوش بيستعملوا في الاولد تايمز ابهاتنا مش عارف ايه وقبل كده وكانوا هيلثي، ليه اشمعنى؟ طب ما احنا ما بنديش كتير برضه ماك نيوترينز، واحنا شايفين المال بينزل طبيعي، يعني الكلام ده صحيح؟ لا. وبعدين تيبس لشغل في العياده، انا ما اجي استعمل ماك نيوترينز ايه الصح فيها؟ طيب نقول ماك نيوترينز يعني ايه؟ يعني ماك نيوترينز دي ماكرو، الماكرو يعني البروتينز الفاتس الكربوهيدرات، لكن الماكرو ان تريس اماونتس حاجه قليله قوي، ودي اسينشال. اسينشال يعني الجسم ما عملهاش، يبقى اسينشال دايتوري بناخدها من الدايت يعني فيتامينز ومينرالز، وستريس اماونتس يعني دي مايكرو ومهمه جدا للنورمال جروث وديفلوبمنت. طيب الفانكشنز ان جنرال، ان جنرال انا مقسمها اربع حاجات، بيقول في اميون فانكشنز وانتي اوكسيدنت والبوستنج انرجي يعني بتحسن الانرجي وسبيشال فانكشنز. الفانكشنز دي مش كل واحد بيعمل دي، لا ده شويه ماك نيوترينز بيعملوا ذا سيم فانكشن، والفانكشنز اوفرلابنج، يعني واحد ماك نيوترينز ممكن يبقى بوست انرجي، ممكن انتي اوكسيدنت، ممكن اميون، يعني الحاجات دي كلها ايه اوفرلابنج. الاميون فانكشنز بيقول الماك نيوترينز كل ستيب مهمه قوي في الاميون سيستم، يعني ما نيجي يقول مثلا ايه السكين ميكس ممبرز ده من البروتكشن، ده الزنك مهم، ده الفيتامين اي مهم، الفيتامين دي مهم، الاميون سيلز الديفرنشيشن انتي بودي برودكشن والسيل اميونيتي، ده في حاجات مهمه قوي قوي. يبقى الماك نيوترينز مهمه للاميون فانكشن في كل ستيب. البوستنج انرجي، احنا متخيلين ان الكربوهيدرات اللي بتعمل انرجي، لا الماك نيوترينز عشان الميتابوليزم عشان الاكسجين برودكشن، ده الفاتيج فيزيكال اند منتال يعني مسل فانكشن برين فانكشن مهم قوي الحاجات الماك نيوترينز. يبقى دي بتبوست انرجي، عشان كده لما اجي اقول مثلا في العياده طب اقول لها ست انت ما تيجي تاخدي المالتي فيتامين خديه بالليل ولا الصبح؟ لا الصبح ده انرجيتك، ده زي ما نقول ايه بتاكل كربوهيدرات. انتي اوكسيدنتس، ايه الانتي اوكسيدنتس؟ عندنا فري راديكلز. الفري راديكلز دي مضره؟ لا مفيده. تخيل الفري راديكلز مفيده؟ اه مفيده الفري راديكلز، بس مفيده ان فيسيولوجيك اماونتس، ده بتعمل سينكرونايزيشن للانرجي برودكشن مع النيست على البادي، انما لو زادت شويه لا ده ممكن تبوظ السيل وول، تبوظ السيل بروتينز يعني الفانكشنز بتاع كل الخلايا، الدي ان ايه تعمل له دامج، يعني ممكن تعمل كارسينوجينيسيتي، ده ممكن تعمل تيراتوجينيسيتي. على فكره التراتوجينيس دي مهمه قوي، لما تيجي تدوره ازاي التراتوجينيس بتحصل في الدايبيتس في غيره في اي حاجه، تلاقي فيه ميكانيزمز، اهم ميكانيزم فيهم اوكسيديتيف ستريس. يبقى انا لو بدات الحمل من قبل ما ابداه وانا الخلايا ما فيش اوكسيديتيف ستريس، هنلاقي التراتوجينيس هتقل سواء دايبيتس سواء اي حاجه تانية. لما بندي انت اوكسيدنتس يبقى السيلول هنحميها من الدامج، هنحمي البروتينز ان هي تبقى دامج، يعني الفانكشنز كلها بتاعه السيلز، هنحمي الدي ان ايه، هنقلل ممكن التراجينيستي، ممكن قوي الانتراجينيستي. طب سبيشال فانكشنز بقى حاجات معينه زي ممكن نقول البون هو البون كالسيوم وفيتامين دي بس؟ لا ده في حاجه ثانيه مهمه قوي، ده الكيتو مهم جدا، الفوسفورس ماجنيزيوم والزنك، منين الارثوبويسز هو بس الحديد والبي 12 والفوليك؟ لا ده السي مهم قوي، البيز الثانيه 2 و6 مهمين قوي، ده الزنك مهم، ده في حاجات ثانيه يعني في سبيشال فانكشن بيبقى ايه كذا ماك نيوتر. الثايرويد نقول مثلا الايودين اني ذا كارسي 20 تي 34، لكن ده السيلينيوم يمكن اهم، ده لازم يكون اكتيفيتد فالسيلينيوم، فلازم سبيشال فانكشنز عايزين المالتيبل ماكرو نيوترينز. طيب دي كده مقدمه، لكن ما اجي اقول ايه ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البني ادم اديله النعم بتاعته، الله طب انا بدي ليه ما يكون النعم كانت موجوده؟ طب تفسير دي ايه؟ حد يعني عايز اقول زي انتر اكتف تفسيرها ايه؟ اشمعنى انا عايزين دلوقتي؟ طب مش ربنا سبحانه خلق النعم ولا الشركات دي بتضغط بس عشان تسوق؟
يعني عشان الاكل والشرب احنا غيرنا ولا في حاجه تانية مهمه؟ والمناخ صح، وزين المناخ. يبقى هنقول ايه؟ ان فبقى في poor resources، دي مؤكده. مؤكده poor resources مع increasing needs. يعني هقول مثلا فور اكزامبل في اليو اس اي، في اليو اس اي عندهم الكالتشر بتاع النيوتريشن مش زينا، والتلوث عندهم اقل، وبياخدوا مايكرو نيوترينتس. لقوا 10-48% بياخدوا مايكرو نيوترينتس وعندهم ستيل ديفيشنسي. فما بالنا احنا ما عندناش الكالتشر بتاعت النيوتريشن ازاي الصح، وما بناخدش مايكرو نيوترينتس، والبور ريسورسز عندنا اكتر عشان البوليوشن اكتر، فيبقى احنا محتاجين ده حتى الدول المتقدمه زي ما بنقول. طب البور ريسورسز ليه؟ البور ريسورسز انفيرمنتال تشينجز، ده مهمه جدا جدا، ده مش كلام بيتقال. الاتموسفير الكربون دايوكسيد اللي زاد، البنزين مش عارف ايه والكلام ده، الكربون دايوكسيد ده كان نقول 280 بارت بير مليون لالاف السنين، 10000 سنه، دلوقتي بقى ايه 400 وي زاد فيه. طب الجلوبال وورمنج تمبرشر زادت، ده التمبرشر زاد دي كانت ثابته ثابته، ده زاد دلوقتي درجه كل 10 سنين 0.2 ديجري سنتيجريد. طب الكربون دايوكسيد اللي زياده ده في الجو والجلوبال وورمنج ده الاثنين يعملوا لي ايه؟ يخلي لي المحاصيل اقل. مش مهم ده، احنا هنجيب الكفايه، لكن الاهم منه مش اخدين بالنا تركيز الماكرو نيوترينتس في الارض، فالنبات اللي بياخد اقل، ودي مثبته. مثبته، ده قلت اوفر اول كده 8%، في حاجات كتيره قوي قلت. يبقى النبات اللي بياخد ده الماكرو نيوترينتس من خير الارض مش الخير بتاع زمان، الحيوان اللي بياكله وهنيجي احنا ناكله برضو مش اخدين الخير بتاع زمان. يبقى الريسورسز قلت. الريسورسز دي انا قسمتها لحاجتين، environmental اللي انا اتكلمت عنه وهيومن. يعني ايه في حاجه اسمها هيومن ريسورسز؟ انا بقول ده انا بستعمل، انا بنتج. هل انا بنتج مايكرو نيوترينت جسمي عشان يحتاج الميكروبيوتا في جي اي تي؟ الميكروبيوتا في جي اي تي بتطلع فيتامين كي 2 وكل البيز بتطلعها. يبقى لو environmental pollution عمل تغير في ميكروبيوتا بوظ البالانس. لما بوظ بالانس بقى انكريس برودكشن في الفيتامينز دي مايكرو نيوترينتس اقل. طب عمل ايه تاني؟ ده هي دي مهم قوي، تكسر البلانت فودز دايجيشن، فالاكل هاخده ما بستفيدش بيه اكتر عشان ميكروبيوتا يبقى اقل. طب كمان بقى ايه الديستربنس في البلس بتاع الميكروبيوتا؟ بقى كرونيك انفلاماتوري ستيت والابسوربشن اقل، يبقى اللي داخل لي كمان اقل، ده ريسورسز قليله وانا كمان مش قادر ابني، واللي داخل اقل. ان فيس اوف ايه بقى؟ ان فيس اوف انكريزنج نيدز، انا جسمي بقى محتاج اكتر من زي الاول، لان في ستريس اكتر على السيلز من الفيزيكال ستريسورز اللي موجوده بتاع البوليوشن. وحاجه تانية مهمه جدا في الدول بتاعتنا الستريس اوف ليفنج، دي سايكيك ستريسز، ان انا الصبح رايح فين وهنا عشان الحق اجيبه الولاد، عملت لهم ايه؟ السايك ستريس ده بيبقى فيه على السيلز عليها ستريس اكتر. طيب انا خلصت الحته دي، لكن عايز اقول ايه، احنا كده في العام بنقول ايه، ما احنا ما بنديش حاجه والبيبي بينزل كويس، لكن دي مش صح، لان اثبتوا ان في حاجات مش هاخد بالنا منها ايفن في المارجنال ديفيشنسي. يعني ديفيشنسي بسيط، المارجنال ديفيشنسي ده يمكن ما يبانش على الشورت تيرم لكن يبات على اللونج تيرم. لكن على الشورت تيرم دي كومن سبيشالي في اللو ريسورس او ليميتد ريسورس سيتنجز، يعني الدول بتاعتنا. عشان كده دبليو اتش او قالت مش احنا بس، مش اللو انكم، لا كل اني هيلث كير فاسيلتي ياخدوا المايكرو نيوترينتس، لان هم اثبتوا ان المايكرو نيوترينتس ديفيشنسي ده ايفن مارجنال اكتر معاها اللوبرث ويت جيستيش از، ويمكن حتى البري تيرم ليبر دي في الراندومايز كنترول ترايلز لقوها. لكن على اللونج تيرم حتى لو مش ظاهر هو اخطر، اللونج تيرم اخطر، ده ممكن يقعد على فترات طويله، اللي هو بيسميه الفيتال بروجرامينج. الفي بروجرامينج اكيد كلنا سمعنا عليها بقى لنا فتره كتير بنسمع عليها، واللي هي فيتال بروجرامينج اللي كان اخترعها اصلا واحد اسمه باركر، اللي هو باركر هايبوثيسيس، وقال ان الادلت ديزيزز ليها اوريجين في الفيتال لايف. فالفيتال لايف دي عشان بيبي عنده انسلت فبيحاول يظبط نفسه، لكن ما نزل فيه الانفايرمنت اوف اباندس لا التاثير عكسي، لا بقى ده مضر دلوقتي لما نزل، لان هو مظبط نفسه على حاجه اقل. طيب ايه البروف ان في حاجه تعرض اثناء وجوده في الرحم عملت لي مشكله بعد كده؟ الفود ليه تاثير او لا؟ الكوانتيتي والكواليتي. طب ما نقول مثلا الكوانتيتي، الفران اللي عملوهم شورتج في الفود لقوا النفرز اقل في الكدني بتاعته. الكدني دي مش ريجينريتنج، النفرز هتنزل تقول بيها هي خلاص. في الهيومنز في سلطس كتير قوي،
لكن لسه عشان نقول بقى randomized control لسه، لكن الانيمالز برضو ديفينيت ان لو في نيوتريشن شورتج مش كاربوهيدرات بس، ماكرو نيوترينتس ايه، لقوا النفرز اقل، يبقى كان المرض ده بتاع الكدني يحصل مثلا عند 50 سنه يحصل عند 30 سنه، يبقى early onset او early occurrence of adult onset disease. طب في الهيومنز، في الهيومنز اللي بيصوموا رمضان واحنا داخلين رمضان، انا عندي ستريس نيوتريشن شورت ستريتش، مهما انا اكلت بعد ما افطرت ما بلاقوا التوتال كالوريز حتى اقل والميه اقل. طب ده ممكن ياثر او الاستريس؟ اه. وفي استادي غريبه جدا لو حد كده قراها، طلعت 2008 ثم 2010 2011 من اندونيسيا، كبيره جدا جدا الاستادي دي، لقوا الامهاتهم صاموا لما كبروا الكوجنيتيف فانكشن اقل، وايه تاني كون فانكشنز اقل، الامراض فيسلز يعني الكيدني ديزيز، هايبرتنشن، كورون ديزيزز، الاستاتشر اقل. ده حتى في واحد انجليزي عمل لها كده ستاتستكس 10 سنتي شورتر، يعني فده ممكن ياثر، وقالوها بالفيت البروجرامنج دي اللي بيحصل. دي الاستادي دي قالوا محترمه جدا لاندونيسيا، طول السنه نفس فتره الصيام، ما عندهمش مره المغرب الساعه 5 ومره الساعه 10، هو نفس الوقت طول السنه الحراره 18 28 درجه، فمفيش مره برد ومره حر، ده هي كميه المطر بس. فدي احترموها جدا الاستادي دي ان ممكن تاثر. اه يمكن في استادز ثانيه ما اثبتتش قوي، لكن في من استادز قال في لونج تيرم افكتس، يبقى ده حتى ايفن الفاستنج اللي احنا قللنا شويه عمل. طب الفود كواليتي، لو حد كده بيربي نحل، لو الملكه ماتت في المنحل ده مصيبه، انا عايز ملكه، اجيب الملكه ازاي؟ اجيب رويال جيلي احطه على العشه يعني البيض لما يفقس، تطلع اليرقه تاكل رويال جيلي بقت ملكه، الباقيين وركر. طب ايه اللي خلاها دي بقت ملكة؟ عشان الرويال جيلي ده خلى فيه جين اسمه الدي ان ام 3 جين، يبقى يقف فيبقى الاوفر يشتغل، وحتى الفينوتايب دي اكبر من الوركر، يبقى الفود تايب وفود هيفلي ميثيليتد بروتينز موجودة فيها دي غيرت في الفينوتايب وفي الجينوتايب في الجين، يبقى ده افكت اوف فود كواليتي في البيز. طب اثناء الحمل لقوا الستات اللي بياخدوا حديد قليل بروتين فات كتير لما يكبروا ميتابوليك سيندروم اكتر. طب ايه لقوا في حاجه؟ اه في جين تشينج حصل عندهم، اديب سايتوكاين جين اكسبريشن انكريست اللبتين وديكريست اديبونكتين، يبقى الفود كوانت اند كواليتي الاثنين بيغيروا. الخطير جدا ده انتر جينيريشنال، يعني ايه؟ يعني الاحفاد، يبقى انا تعرضت دلوقتي الست تعرضت فجابت الابن كذا، الابن ده لما كبر وخلف ولاده كذا، ليه؟ لان بقى جين تغير من غير هو بقى ما يخش في الاستريس ده، ايه لان ده انتر جينيريشنال، انتر جينيريشنال اكيوز دلوقتي جين تشينج. طب يعني ازاي جين؟ هو جين ده مش اند بوينت ولا جين بيتغير؟ لا بيتغير، الجين بيتغير. الجين بيتغير ازاي؟ ان في طلع علم اسمه نيوتريجينومكس، يعني افكت اوف جينز ريليشن نيوتريشن عن طريق ايه، حاجه اسمها ايبي جينيتكس. اكيد سمعنا كلنا كلمه ايبي جينيتكس، ايبي يعني ايه جينيتكس؟ يعني هيريتابل تشينج، هيريتابل زي جينز، نوت كوزد باي ميوتيشن. يعني ايه؟ الامينو اسيد سيكونس ده هو ما اتغيرش، دي مش ميوتيشن، يبقى جين هو، لكن سموه ايبينج عشان فيه ميثايل جروب ركبت فوق الجين، بقى ايبي ما فوق الجين، يبقى ايه؟ بقى ميثايل جين. طب ده يحصل ازاي الايبي جينيتكس؟ اه ده بالفود، ده فود ممكن ياثر عليه. فامتى الايبي جينيتك تشينج يحصل؟ في الفتره اللي فيها السيلز فيها رابيد جروس، امتى؟ في اول 1000 يوم، في الانترون لايف وفي الانفنسي، دي الفتره اللي كبيره جدا جدا الابيجينيك تشينجز، وفي الادوليسنس كمان تاني، يبقى افكت جدا لما تضعف كمان في الاولد ايج تبدا تحصل تاني، دي الفترات الابيجينيك تشينج فيها بسهوله. طب هل في بروف الكلام ده الانتر جينيريشنال؟ اه في من اللي بيقرا في الافكت اوف فود على الفيتال جروس، في مشهور جدا جدا المجاعه اللي كانت في نيذرلاند لما حوطوا القريه في اخر حرب العالميه الثانيه لمده سنتين، فالستات ولدوا اطفال صغيرين اخواتهم بعد ما المجاعه راح كانوا كبار، يبقى اللي ده افكت بتاع المجاعه الفيماين. طب ده اكسبكتد، لكن الولاد دول لما كبروا ولدوا اطفالهم سمول فور ايج. طب احفاد سمول فور ايج، ده 1944 لغايه 2008 لسه اطفال صغيرين، في حاجه انتقلت، اي دوروا لقوا في جين اتاثر، الاكسبريشن بتاعه موجود هو، لكن انسولين لايك فاكتور انسولين لايك جروث فاكتور 2 اتاثر عندهم. في الاستادي دي لقوا اللي كانوا تعرضوا في الثيرد ترايمستر باي تايم فيدد، لكن اللي كان فيرست ترايمستر لغايه 2008 موجود لسه ايه بيولدوا، يبقى ده في انتر جينيريشنال تشينج. في المايس ده في حاجه تجربه مهمه جدا جدا، في جين مشترك بين المايس والانسان اسمه هوكساتين جين، ده مسؤول على
you try environment development. لقوا الفئران يعرضوهم للبلاستيك. انا بشرب ميه من بلاستيك، انا بشرب من حنفيه ما هو بوليمرز دي بلاستيك، انا بشرب حديد زهر المواتير اللحام بتاعها رصاص نفس التاثير، ياثر على الهوكساتين جين لما ادوه للفئران فعمل لهم انفيرتيليتي او بري كلينيكال ابورشن. الحلو في الاستادي ايه؟ راحوا مدين ده لقوا ايه؟ ان في جين ديميثيليتد، هوكسين جين ديميثيليتد، راحوا مدين هيفلي ميثيليتد فود اتصلح تاني، يعني عملوا ريفرسال. يبقى ده اثبتوا بيها ان في تشينج في الجين بيحصل بتاثير الفود. طيب انا كده خلصت، هقول حته بقى اللي تهمنا في العياده، الحته اللي تهمنا في العياده سام تيبس كده حاولت اجمعها حاجات وهسالكوا. طب احنا ما نيجي في اول حاجه ندي مالتيبل مايكرو نيوت سبلمنتيشن ولا فوليك اسيد؟ احنا المفروض ندي ايه صح؟ مالتيبل، مش كان طول عمرنا بنقول فوليك اسيد؟ هو فعلا كوكرين كان زمان بيقول فوليك اسيد فعلا، دلوقتي كوكرين طلعها داتابيز بتقول لا ده احنا عايزين، بس الداتابيز دي الكوكرين طلعها قالت في ايه؟ في الدول الغلبانه اللي هو ميدل انكم كونتريز اللي طلعتها، فلازم المالتيبل مايكرو نيوترينت سبلمنتيشن، مش عارف في حاجه يعني سبلمنتيشن. فقالوا لكن الدبليتش ليه؟ لان لقوا لما يكون قليل بيبقى فيه مشاكل اكتر يعني بتحصل. حاجه مني لكن زي ما قلنا ايه ال WHO قالت لا في كله الدول اللي هي low income middle income، ولكن حتى الدول الغنيه اي هيلث كير فاسيلتي محتاجين multiple magnesium supplementation من الاول. مش عارف اوكي ان شاء الله. طيب هنرجع تاني، يبقى هي قلنا يبقى احنا عاوزين دلوقتي ال recommendations multiple macronutrients. طب تاني حاجه اللي احنا ايه دلوقتي الشركات كلها عماله تنزل فوليت، ندي فوليك اسيد ولا فوليت؟ هو 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 ايه الفوليت؟ الفوليت ده هو الاكتيف فورم مش كده؟ الفوليك ده سينثيتك، والميثايل فوليت ده بعد الاكتيفيشن في الجسم. طب ندي الميثايل فوليت بقى الاكتيف فورم ده الفوليت والاكتيف، ولا ندي فوليك اسيد؟ نقول الاحسن ساينتفيكالي او يعني لوجيكالي مش ساينتفيكالي، ما ندي الاكتيف فورم، اكتيف فورم وخلاص. فطلع نشوف الغريب جدا اللي في ستادز قالت ايه. الاستاذ قالت ايه؟ ده اللي عندهم مثل تيترا هيدروفوليت ريدكتيز ديفيشنسي، يعني الجين ده مش شغال عشان يحول يعمل له اكتيفيشن يعني يبقى ميثيليتد الفوليت. ده حتى عندهم لقوا المدي الفوليك 400 هي هي، وقاسوا الفوليت ليفل في البلد هو هو. ليه؟ لان الجين عمره ما بيقف تماما، بيبقى بارشلي ان اكتيف وبارشلي اكتيف، ف 400 مايكروغرام مور ذان انف للبريفيشن. عايز تدي مثال فوليت اوكي، لكن لغايه دلوقتي كل الريكومنديشنز ستيل، لان البيبرز فيها طالعه لسه ما طلعش بيبرز كفايه المثال فوليت، لكن قالوا هي بتمنع نيوروتوب ديفكتس بنفس الكفاءه. فقولوا اوثورتيز ستيل ريكومند الفوليك اسيد اللي احنا متعودين عليه طول عمرنا. طب احنا عندنا ريسك بيشنتس للنيوروتوب ديفكتس، نديهم الاربعه خمسه ملي جرام؟ اي ريسك بيشن كده نديهم؟ انا ما اعرفش ايه اللي بيقطعنا، اكيد تكون حاجه مني وانا مش طرف غلط. طب ندي يعني اي ريسك بيشنت؟ واحد عندها ريسك بتاخد انتي ايبيليبتيك، واحد عنده ريسك مثلا فاميلي هيستوري اوف نيوتيوب ديفكت، نديها 4 5 ملغ سكر، عندها سكر دايبيتس. طب لو انا اديت جرعه عاليه وهي ما كانش ليها لزوم، هل الفوليك اسيد ده ليه complications؟ ايه complication؟ طب يبقى هي blamed في الاوتيزم، وايه تاني؟ والله انا ما اعرفهاش، بس هو ايه ده على فكره كارسينوجينيسي. تخيل فوليك اسيد كارسينوجينيسي ازاي؟ مش احنا عندنا من ضمن الكيموثيرابيتكس يعني انتي كانسرس انتي فوليت، يبقى الفوليك blamed. بس هو الفوليك بيعمل، هو الفوليك ايه؟ بيصلح البروكن دي ان ايه، فيصلح بس ان فيسيولوجيك دوز. انا لو اديت كتير وعندي نيدس كانسرس هيخليها اكتيفيت على طول، فعشان كده انا بدي الدوز اللي احنا عايزينها، مش هدي ازيد في انديكيشنز معينه. طب ريكومنديشنز دلوقتي قسموها ايه بقى؟ لا قال في حاجه اسمها هاي ريسك وحاجه ميدل ريسك. الهاي ريسك بس اثنين بس عندها السته او جوزها اوبن يور ديوب ديفكت او فيرست ريليتيف،
او بياخدوا نوعين بس من انتي ايبيليبتكس، فالبروريد ديباكين وكاربامازيبين بس، بقيه الانتي ايبيليبتكس مش هاي ريسك، الباقي انتي ايبيليبتكس ميديوم ريسك. يبقى دول الهاي ريسك اديهم 4 5، الميديوم اديهم كام؟ واحد، مش هديهم حتى 2.5 في كام، 2.5 هديهم واحد. فاميلي هيستوري في السكند ديجري ريليتيف، او في شويه مختلف ما اتنقلتش المحاضره كده حاجه ثاني، مش مهم. في شويه حاجه اسمها ايه، فوليك اسيد ديبندنت انوماليز ثانيه، سام يورين تراك ليجنز كونجنتال فيلير ليمن ريدكشنز، دي محتاج نعتبرها ميزن. طب السكر، الانجليز مختلفين العالم كله يقول لك اصل اديها واحد واديها اربعه مش عارف ايه الكلام من ده، الكنديين يقولوا ادي واحد، الامريكان كلهم سي دي سي واس او جي لا 0.4 برضه، ميديوم ريسك لو ريسك. لكن الناس اللي عندهم ليفر سيروز اقل بياخدوا الكحول كتير عاملين بارياتك سيرجري لا ده اعتبرهم ميديوم ريسك. ومهم قوي قوي بيدي ميتفورمين كتير الايام دي، ميتفورمين بيقلل بي 12 نعم، الميتفورمين يقلل بي 12، ما انا بدي ميتفورمين فتره طويله تدي معاه لازم، لا بياخدوا انت اسيدز، انت اسيدز بيقللوا البي 12، يبقى دول ميديوم. طب ندي الفتره قد ايه؟ لازم قبل الحمل قالوا عشان بريفنشن ديفكت 3 شهور من الشهر لغايه اول 3 شهور فيرست سيمستر، بعد كده ارجع للدوز العاديه لان عدى الفتره بتاعت نيورو ديفكت. طيب البي 12 ديفيشنسي از رير، احنا بناخد في الكليه يقولون يفهمونا يقول لك ده في ريزيرف في الجسم 3000 مايكرو جرام والنيتس يوميه 2 3 مايكرو جرام. طب احط انا محتاج ولا مش محتاج؟ طب ليه بيحطوا لنا فيها؟ فبقول بي 12 ديفيشنسي از رير، يبقى ذير از نو نيد، مش لازم تحط لي بتاع زياده. الكلام ده صح؟ لا ده احنا كلاسيك كده، احنا بناخد كده في الكليه في سنه خمسه في البطنه، يقول لك كده انا بقول ده انكوركت. ليه بقى؟ قال لك الاستاذ عملوها ده في الدول الغنيه، احنا ناكل لحمه قليل فده مش ابلايد علينا، اللي هو البي 12 موجود في اللحوم انيمال فودز. طب ايه تاني؟ ده طلعوا ديفرنس، دي ديفينيت في ديفرنس بحيث اسمها بلازما ليفل والتيشو ليفل، ده ممكن اكتر وقال او العكس. قال لك لا التيشو ليفل انا عايزه. طب البي 12 اصل البي 12 ده مهم قوي، البي 12 ده البي 12 ده هو الفوليت بيعمل ايه؟ في حاجه مضره اسمها هيموسيستين بتحل ميثيونين، لو متحولش هيموسيستين بيبوظ البلد فيسلز، والست الحامل البي معتمد على البلد فيسلز، لكن اينا كلنا الكاردوفاس سيستم ديزيز كلها معتمده، يبقى ايه هيموسيستين قليل ميثيونين يطلع. الفوليك اسيد، فوليك اسيد بيدي ميثايل جروب لده عشان يبقى ده، بس عشان يدي الميثايل جروب لازم يكون في انزيم يعمل العمليه دي اسمه ميثانين سينتيز، ما يشتغلش اللي في كود البي 12. يبقى البي 12 ده مهم قوي نيورتو انفكت ومنسي، يبقى البي 12 مهم جدا جدا عشان الفوليك يشتغل. اوكي طيب نقول السؤال اللي بعد كده او حاجه، فيتامين ايه؟ طب فيتامين ايه ديفيشنسي، ما احنا فين ده الاونلي فيتامين ذا بروف تراجينسي، تحطوا لي ليه في الماتريس ما نبعد عنه. طيب يبقى هنقول ايه؟ لا يبقى الفيتامين ايه، الفيتامين ايه مهم جدا جدا، عارفين الفيسيولوجيكال والاي ومش عارفه الريبرودكشن مهم جدا، نسبه الديفيشنسي عاليه جدا. ده الامريكان اللي بياخدوا سبلمنتيشن 1550 مايكرو جرام دي كميه كبيره عندهم 20% في امريكا، قالوا في دور ثانيه توصل لغايه 70%، لكن جلوبال ثلث الناس عندهم فيتامين ايه ديفيشنسي. يبقى احنا محتاجين فيتامين ايه ديفيشنسي بس ناخد في الليفلز المظبوطه. الار دي اي بتاعها كام؟ 770 مايكرو جرام، نضرب في 3.3 عشان نحول باليونتس، نقول 2500 يونتس. يبقى ده مهم ان ادي فيتامين ايه الفيسيولوجيك زي ما حضرتك قلت ما يبقاش دوز كبيره. وحاجه ثانيه نوع الفيتامين ايه؟ نعم؟ لا دي التراجينيرسي تحصل مع بري فورمد فيتامين ايه اللي هو ريتينول ارتينويدز، لكن ما حصلش بيتا كاروتين. بيتا كاروتين ده برو هرمون، لما الجسم عايز ريتينول يروح محوله، ما كانش مش هيتحول. يبقى انا باكل الجزر بس ما اكلش الكبده عشان الجزر فيه بيتا كاروتين، لا الكبده ما اكلهاش كتير عشان لو اخدت كتير ده فيها ريتينول اللي هو ممكن يعمل ايه تراتوجينيستي. ده اللاكتيت ما ننساش في اللاكتيشن، ده زود كمان، ده بنقول الحامل عايز 70 70 مايكرو جرام اللاكتيتنج 1330 يعني اكتر من ضعفها اللاكتيتنج، فعشان كده اللاكتيتنج كمان ازيد. طب الفيتامين دي، الفيتامين دي السؤال اللي انا حاطه، هل الفيتامين دي ديزيرف بينج ا فوكس ميديا اتنشن؟
تفتح كلها فيتامين دي مش عارف ناقص اصل ده فيتامين دي ايه ولا دي كلام ميديا ومش عارف ايه كلام فاضي من ده. فما راي الجماهير؟ طيب انا مختلف معاه، انا مختلف معاك، ما اعرفش ايه اقول ده. طب مختلف معاك ليه؟ احنا عندنا المزيد تعمل الفيتامين دي قليل جدا، هنقول الديفيشن، لكن هنقول فيتامين دي ده موجود، ربنا سبحانه ده حاطط الفيتامين ريسبتورز في كل خلايا الجسم، يبقى هو كل خلايا وبيبقى اكتيفيتد مرتين، ياخد هيدروكسيل مره في الليفر الاو اتش مره في الليفر مره في الكيدني، في 10 تيشوز اتليست في الجسم فيها بتعمل اكتيفيشن، يبقى ال 10 تيشوز دول عايزينه ان باد نيد، يبقى في تيشوز كتير عايز ده في كل خلايا الجسم الفيتامين دي محتاجينه، يبقى ده محتاجينه كل خلايا الجسم مش العظم وبس. هو اتس ا هرمون، فبقت هرمون ده ستيرويد هرمون. طيب ليه ديفيشنسي؟ الدول اللي بره، الدول اللي بره عندهم سحاب كتير ما بتعرضوش كتير، الدول احنا عندنا دارك ريس فبنحاول اقل من الجلد، بنلبس حاجات كتيره، بنغطي حاجات كتيره، بعد عندنا والاوبستي بتقلل برضه البرودكشن، احنا برضه من الهاي ريسك ان يجي لنا فيتامين دي ديفيشنسي. وبنشوف العادات ان كتير قوي هم عملوا قالوا اقل من 20 نانو جرام بير مليتر ده قليل، قالوا طب نقلل من كتير لتاريخ 15 ل 10 5 وبعدين في كلامهم تاني لما لقوا اقل من 20 معاه جديد فغير في انا مقتنع بيه، بس لما يكون في وقت ثاني كمان لا ده فيتامين دي يستاهل اكتر من الميديا اتنشن بيتقال لما قريت فيه ان ديبث. انا اقول لك حاجه غريبه جدا حاجه اسمها بنسميه ذا ماجيك فيتامين دي، الفيتامين دي بيعمل بيسيميليت اوستوبلاس ولا اوستوبلاس بيعمل بون بيلدينج، يبقى المفروض يستيميليت ايه؟ اوستوبلاس كده بيستيميليت اوستوبلاس الاثنين. فالفيتامين دي ده غريب جدا يعني، انا بس عايز يوم لوحده يعني. فيتامين لا فيتامين دي مهمه جدا، ندي الار دي اي بتاع الفيتامين دي 600 للهاي ريسك بيشنتس ياخدوا لغايه ال 1000 حتى كمان الفيتامين دي. طب بي 6 ليه اهميه احط في مالتي فيتامينز؟ البي 6 طبعا ايه البي فيتامينز كلها للانرجيتيك لامين ده والميتابوليزم البروتين والبرين ميتابوليزم نيرفس سيستم كده، لكن في حته مهمه جدا جدا لو جيت وقريت هايبر امس جرافيتيرا طب ماكرونز قبل الحمل ما بيجيلهمش اقل بكتير جدا. لو انت عايز تعمل بروفلاكسس اكتر ريسك فاكتور يجي هايبر امسيس ان جالها المره اللي فاتت. طب مش عايز يجي المره دي اديها مالتي ماكرونز قبل ما تحمل. ليه هم مش عارفين؟ بس يمكن يكون سبب فيتامين بي 6 بارادوكسين. بارادوكسين ده الفيرست لاين مانجمنت المفروض اللي هو نوزيا ادفانتج اوف بريجننسي، بس في دوزز اكبر شويه من نيتس حوالي 10 مللي جرام، يعني مش ال 1 مللي جرام او 1.5 مللي جرام. مش عارف اكمل ولا كالسيوم. سؤال، واحده ست حملت انا محتاجه ازود الكالسيوم اثناء الحمل ولا لا؟ نعم. طب حد ليه راي ثاني؟ لا مش محتاج. ودي بقى الكويز، انا مش محتاج ازود الكالسيوم اثناء الحمل. طب الاحتياج الكالسيوم حاجه متقصدني، احتياج الكالسيوم بيختلف بالسن مش بالحمل، اقل من 19 سنه 18 عايز 1300 ملغ في اليوم، لغايه 50 سنه يعني حوالي شبه كده بقى 1000 ملغ في اليوم، اللي فوق 50 سنه دي 1300 ثاني. الله. طب البيبي ده من البيبي عايز، طب البيبي عايز، طب هياخد ازاي البيبي؟ انا عايز 1000 ملغ. عارفين 1000 ملغ يعني ايه؟ يعني قرص كالسيوم وكوبايتين لبن كبار. عمرنا احنا بناخد كده كوبايتين لبن كبار، عامل ايه؟ انا اسف، انا بلمسها فانا ايوه انا اللي بايخ يعني. طيب الـ ليه بقى ليه مش محتاج اكتر؟ لان الابسوربشن بيزيد اثناء الحمل، فهي بتاخد كميه بس الابسوربشن ابسوربت كويس قوي عنده بارثرمون بيزيد. طب حاجه ثانيه الترانسفير ده، في حاجه بارثرمون لايك بروتين بيطلع من البريست تيشر بتاعت الست ومن الفيتس بتخليه ترانس بلاسنتال باسج كتيره، فعشان كده نفس الكميه بس البيبي بياخد اللي عايزه بيسحب منها. طيب نقول الحاجه الثانيه، نلاقي كتير قوي يقول لك ايه وقفي الكالسيوم في السابع. طب هو مش وقفوش بس مش مستحب، لانش في راس عين مش مستحب. هل الكلام ده مظبوط؟ مش مستحب على الاقل،
في الأواخر. ها؟ أنا سألت أساتذتنا الكبار كان في حاجة مكتوبة في الكتب قالوا لي لا. لا كان في زمان ترند في الشهر التاسع بيجمعوا عشان يقول لك اعمل ستة حتى بعد الولادة تمام. بص هنقول إيه؟ إن في الثيرد تريمستر النيدز بتاع البيبي ار دبل، بيقدر ياخدها بس النيدز ار دبل فيرست تريمستر في الثيرد كومبيرد بلاي. يبقى بالعكس لما تاخدش ركز عليها قوي، الكالسيوم محتاجاه كتير قوي في الثيرد تريمستر، يبقى بالعكس احنا محتاجينه في الأواخر أكتر من نيدز في الأوائل. ده الكالسيوم الأونلي ماكن نيوترينز الـ WHO مطلعها ستوري ريكومنديشن بروفيلاكس بري إكلامسيا، بس الدوز كبيرة 1.2 ملي جرام أنا آسف ابتداء من نص الحمل لغايه على طول. طيب في حته مهمه قوي، هو مش المغنيسيوم بي كومبيت وذ كالسيوم على الدايفيلمت ترانسبورتر. تحط لي ازاي المغنيسيوم المفروض هيكومبيت صح الكلام ده على حسب الدوز؟ حسب الدوز ايه بتاعت الاثنين؟ يبقى حسب الريليشن، يبقى حسب النسبه الريليشن بالظبط، يبقى حسب الريليشن بينهم. هنقول ايه دي انكوركت. ليه انكوركت؟ زي ما حضرتك قلت ابراهيم انكوركت، المغنيسيوم مينلي ابسوربد مش من الدي ام تي، مينلي باسيف ثرو ذا هول انتستين، وكميه قليله ماده كتير يروح على الدي ام تي. الكالسيوم العكس، الدوز قليله من الدي ام تي لما يزود قوي يبقى مش الاثنين بالظبط هي هي، يبقى لغايه ماده الدوز الكالسيوم المغنيسيوم 3 لواحد او 2 لواحد ما بيحصلش كومبيتيشن. ده مش كده وبس على فكره، ده المغنيسيوم هي مفيد جدا للكالسيوم. اتخيل المغنيسيوم بيساعد الكالسيوم ابسوربشن، عارف معلومه دي بيساعد كالسيوم ابسوربشن ازاي؟ بياكتيفيت فيتامين دي فيساعد الابسوربشن، يساعد كالسيوم ديبوزيشن بون. طب في حاجه ثانيه مهمه قوي، في حاجه مهمه جدا جدا، مجال اسمه ايه؟ فورجوتن مانر سموه كده ايه في فتره امريكا، الستات الامريكان لما كبروا عندهم كده بيروحوا يجيبوا كالسيوم اللي هو الميليفوزا عشان ياخدوه اوفر ذا كاونتر وياخدوا، لقوا المورتاليتي زي الستات الامريكان. دور ده دي deposited the calcium في soft tissues اللي heart blood vessels. ليه؟ عشان ما يكونوش بياخدوا مغنيسيوم معاه. المغنيسيوم بيخش مكان الكالسيوم ويطلعه بره. في الاطفال عندهم حاجه اسمها resistant hypocalcemia. يدوا كالسيوم نيونيتال كتير قوي بيحصل عندهم، يدوا حقن كالسيوم مش فايده، ادي مغنيسيوم يتصلح. في الهايبر امس جرافيديرام عندنا مهم جدا جدا، بتقيس الكترولايت قيس الكالسيوم، لقيت الكالسيوم قليل ادي مغنيسيوم الاول، او اسم مغنيسيوم ولا ادي هتلاقي الكالسيوم اتصلح، ما تصلحش يا لسه يبقى هو الكالسيوم يستاهل تدي كالسيوم بعد كده، يبقى كوراش مغنيسيوم قبل الكوراكشن والكالسيوم حتى في الهايبر امس جرافيديرا. طيب الاير سبلمنتيشن از كونتر انديكيت فيرست تريمستر، الكلمه دي صح ليه؟ مش الكالسيوم بيعمل انجري؟ الاسف الحديد هيعمل انجري. يعني هو كان في وقت ما نقول الحديد في الاول بقى اوكسيد ستريس، والحديد ده من الفيرست الفيرست يبقى اوكسيد ستريس، وانت خايف جدا على البيبي في فتره اولانيه. ليه؟ البيبي لغايه 10 12 اسبوع ما فيش انتي اوكسيدنت فيه، جينز فور انتي اوكسيدنت انزيمز ار نوت اكسبريسد في الفيتس والتروفوبلاست لغايه 10 12 اسبوع، يبقى انت هتدي له حاجه اوكسيدنت، انا خايف على التروفوبلاست خايف على البيبي سواء يسقط سواء انوملي ولا اي حاجه فتره اولانيه، يبقى انا مش عايز اوكسيدنتس في الاول والحديد اوكسيدنت. فكانت الفكره كده، لكن هنقول ايه اللي هو مش نوت كونتر انديكيت، كان الخوف من كده انكوركت، لان ادي ريكومنديشنز كلها كل الهيئات الاعلاميه يقول لك الحديد من اول فيرست نيتل فيست ادي دلوقتي زي زمان كان يتقال، وريكومند الدوز ريكومند 30 ل 60، الحتت اللي هي عندها انيميا كتيره 60 ملغ زينا، اللي هم عندهم 40% او اكتر نقوله، وناس قالوا 20%، لا اقل من كده فعلا هم 30 ملغ، ولو في حديد كمان لسه ديفيشنسي بعدها لو ايه اللي عندهم ار سورس قليله من في الفيرست تريمستر عندهم اكتر اللي هو سمول فور ستيج ايج جريتر ريسك ليهم البريماتيورتي، يبقى الحديد محتاجين من الاول. طب الحديد اللي هو كونترا ديكيت ايه؟ انترافينوس، ده انترافينوس كونترا ديكيت فيرست تريمستر معروف ايه، يبقى هنا ايه والدوز ثيرابيوتيك 100 ملغ للواحده ما عندهاش انيميا او حتى مايلد انيميا نوت بريفيرد، لكن ممكن ثيرابيوتيك للمودريت مودريت سيفير، لكن ما اديش انترافينوس، ما احبش ادي ثيرابيوتيك دوز لواحده مش انيميك. اوكي
الايرن، الايرن لغايه احنا عندنا حاجه اسمها ابر توليربل ليفل، لو اديت 45 ملي جرام هيعمل انجري بقى للست الانتستين على طول، يبقى لازم ندي اقل لان الدي ام تي بيبقى ساتوريتد عند 25 بس، لو ادينا كده براح شويه ل 45 ده الماكسيم، اوعى تزود 1 ملي جرام اكتر. طب واحده انا بديها هيماتينك، هو ايتمز كده بس عايز اوقف واقف زي ما احب يعني كام نقطه. طيب الحديد ست حامل وانا بديه هيماتينك وبعدين جالها يورين تراك انفكشن، نوقف الحديد ولا كمل؟ نكمل. طب الريكومنديشن دلوقتي لا نوقف، نوقف الحديد تمبورارلي لغايه لما يروح الانفكشن، فايرال انفكشن او بكتيريال انفكشن. ليه؟ لان اي اورجانيزم في الكون عايز حديد عشان يستمر. يبقى لو احتاج استمر لك، يبقى انا مش عايز حديد فتره الانفكشن، بعد ما يروح الانفكشن نرجع دي تاني. طب انا مستعجل دلوقتي ادي انترافينوس اير عشان ده اسرع ولا ادي اورال اير؟ مفيش حد اسرع من كده، هي النظريه في التوليرابيلتي، بدي البرينترا لو هو التوليرابل او ان هي الست مش بتاخده صح. تصديق دكتور ابراهيم، ادي الابسوربشن من الانتيروسايت هيخش من الفيروبورت دخل. طيب لما بدي حديد بالدم على طول بيعمل ايه؟ بيخش كومبلكس الماكروفاج تاكله انجلط وبعدين يطلع بره الفيري بورتن، فعشان كده نفس الوقت تقريبا سلايتلي فاستر. طب انا مستعجل، انا عايز اشوف ستي ان هي ابسوربشن كويس ولا لا، يعني هي مثلا 34 اسبوع هو قلتها بقى 3 4 اسابيع، انا هديها اورال بعدين لو انت لا تشوف ما عملش افكت اعمل لها ديبلوت ترانسفيوجن لها التيكنوسيت كاونت بعد 10 ايام. طب هنعمل تيوت سان حلو قوي بعد اسبوع 10 ايام، لكن في حاجه من بعد ساعه اعرف، هدي اعرف اعمل تيست وفي ساعه اعرف بدل اسبوع 10 كام بتيجي كام دورين هان. دي حاجه اسمها ار تشالنج تيست، يعني ايه؟ اخد ست المعمل واقيس الحديد كام ميكروجرام بتسيليتر، فاقيسه دلوقتي عرفت بتاعها واديها ثيرابيوتيك دوز من الحديد وبعد ساعه اقيسه، لو زاد كويس يبقى هو بيخش كويس بيعمل افكت، يزاد من اقل من 50 ميكروجرام زادهم بالديسيليتر ده وحش، 50% ده كويس، لا ده فوق 100 ده رائع، يبقى ممكن اعرف على طول لو انا ايه مستعجل. طب الايودين، هل الايودين مهم؟ الايودين مهم جدا جدا جدا، وكل الدمج ايه وكله قالوا الحتت اللي مش واثقين من السولت ايودايزيشن نحط لهم الايودين. احنا في مصر ايودايز بس تروح سوبر ماركت مش عارف الملح ده ممكن ايودايز ده مش، لا يبقى احنا محتاجين ايودين. ليه؟ الايودين مهم جدا جدا للحتتين اللي هم ايه؟ الثايرويد والكوجنيتيف فانكشنز، الايودين ده مهم جدا جدا هاديها بسرعه. طب سيلينيوم، سيلينيوم ده مهم جدا جدا ولكن مش مشهور عند ناس كتير. السيلينيوم، السيلينيوم ده من اقوى الانتي اوكسيدنتس، والانتي اوكسيدنتس ده دي مهمه جدا جدا، والانتي اوكسيدنتس ده السيلينيوم لو انت جيت قريت حاجه الايرلي مسكارج ار ايه، لكن دلوقتي لما يجي مثلا حد جاله كوليسترول وبريجنسي شوف كتير الايام دي، لو واحد في بيبي للاسف مات مني كوليسترول 30 اسبوع او الاولاد امتى لقيته ميت، فممكن يموت منه ما عندهاش انت شخصيا ما بيعملوش البايل اسيدز في المعادن عندنا عشان اشخص ده. لقيت ان كان في الوقت بيبرز كتيره ان السيلينيوم قليل تاثيرته مع الكوليسترول سكتش اللي بيتكلموا عليهم زمان، فده محتاجينه عشان الثايرويد ومحتاجينه عشان نيورولوجيك ويمكن كوليسترول. حته مهمه جدا نعرف ايه في الايرلي بريجننسي بيحصل المسكارج ازاي؟ بيحصل المسكارج ده الانترفيلس سبيس، لازم يكون البلاد فيس سبايرال مسدوده ببلانك عشان ما يخشش دم جوه، لو دخل دم جوه لو دخل دم جوه لا اخر حاجه طيب ولا بس عشان لو دخل جنب الجوه عكس ما احنا فاكرين، احنا فاكرين لما اجي اعمل دكره سب كوريونيك ولقيت الدم حلو لا جميل هتكمل، لقيت الدم كتير دي هتسقط ليه؟ الدم دخل جوه يعمل ميكانيكال ديسلوجمنت ودخل ميتابوليك برودكتس جوه الدم فتعمل ايجي عشان كده يهمني جدا جدا السيلينيوم. يعني هنا كلها اسئله كده ممكن بس شكرا معلش.